جذورا من الثقه والمحبه مع مشتركيها، تحتفل معهم اليوم على ان يكون هذا الاحتفال مميزا. نعم كانت صادقه ويانا شركه زين للاتصالات وفزنا والحمد لله والشكر. اثبت الشركه زين يعني انه مصداقيه، وانا اكيد راح اطلع سفره طبعا برا قطر حتى اصرف الفلوس اللي فزتها اكيد. اشكر شركه زين على هذه المبادره الحلوه الذي ربحت فيها 25 مليون دينار. نعم كانت صادقه والله يبارك بيهم، يعني صدق قالوا زين كل زين. الان جائزه الجوائز. أتقدم بالشكر الجزيل من شركة زين قيامة بالمبادرة الطيبة واللطيفة واللي ترفع الكثير عن كواهل بعض العوائل العراقية والشباب العراقيين المحتاج الذين هم بأمس الحاجة إلى هكذا مبالغ يستطيعوا من خلالها تحقيق أمنياتهم. اشتركت بمسابقة الأربع أربعات عائدة إلى شركة زين، وأنا فزت بسيارة كيا سبورتج 2012، وأنا أشكر شركة زين على مصداقيتها وهذا السويتش والسيارة إن شاء الله برا، وثقة زين بشعبها وثقة شعبها بها اللي دفعنا أن نثق بها نشترك بهاي المسابقات، وما قصرت زين وفت وزادت على الوفاء.